السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا كلام كبير قوي ومهم جدا. زي ما توقعنا الفتنة تم وقتها، ولكن المؤامرة شغالة، لسه شغالة وبقوة. يا أخي خلاص خدوها قاعدة بقى، لو قوات كوكب فيجا جت علشان تغزو كوكب الأرض، إعلام قطر ومرتزقيها هيقولوا إن الإمارات والسعودية تآمروا على تخريب جريندايزر علشان خاطر الدوك فيلد ما يقدرش يتصدى لقوات كوكب فيجا. وكمان السعودية والإمارات على فكرة متعاونين برضو مع حاكم كوكب فيجا علشان يغزو كوكب الأرض. وفي كلام عن طاقة السعودية والإمارات في حرب البسوس، بس المعلومات مش كاملة قوي عندي، ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين. يا سادة يا حضرات، احنا عارفين انه في المنطق الجنائي الشخص اللي بيحاول إعاقة تحقيق العدالة او تشتيت التحقيق او تشتيت المجهودات اللي بتودي للحقيقة، المنطق بيقول ان الشخص ده هو الفاعل او متستر على الفاعل، لانه المستفيد الوحيد من اخفاء الحقيقة. واحنا هنا بنتكلم عن قطر ودورها في اللي بيحصل دلوقتي في الاردن، ودورها في تشتيت الانتباه لدورها الوظيفي في المؤامرة على الاردن، والساءها بعد كده بالسعودية والامارات. وده هنعرفه مع بعض بعد شوية وهنثبته بالدليل. دلوقتي هل من المنطق انه يتم التعامل مع موعد تسريب تسجيل صوتي لمحادثة ما بين الامير حمزة ورئيس الاركان الاردني، هل من المنطق انه يتم التعامل مع موعد تسريبه وخروجه للعلن بحسن نية، وخصوصا لما يترافق معاها هاشتاجات بيقودها سباق الكتروني ممجدا لمحتوى التسجيل وللامير حمزة؟ الاجابة لا شك انها لا. كلنا سمعنا البيان اللي وقع عليه الامير حمزه بالامس، واللي بيعلن فيه ولاءه للملك عبد الله، وانه بيحط مصلحه الوطن فوق كل اعتبار، وسرعان ما ارتاحت الانفس وساد الشعور بالاطمئنان في الشارع العربي. ولكن الخونه والمتامرين التابعين للمشاريع الخارجيه ما اسهل كشفهم من تصرفاتهم. على طول خرجوا التسجيل اللي ما بين الامير حمزه ورئيس الاركان للعلن، وطلعوا معاه تغريدات وبوستات بتمجد فيه. التسجيل واضح انه بيتضمن الجزء الاخير من الحديث ما بين رئيس الاركان والامير حمزه. الامير حمزه كان متعصب، ده صحيح، بس المصطلحات والالفاظ اللي كان بيستعملها مع رئيس الاركان لم تتضمن اي تهجم لفظي، ورئيس الاركان كمان كان بيتكلم بهدوء، والطرفين كانوا بيتكلموا باسلوب منضبط لا يخلو من اسلوب الانضباط العسكري، فالاتنين ضباط جيش. فحتى رئيس الاركان كان بيخاطب الامير حمزه بكلمه سيدي، والامير حمزه كمان كان بيخاطب رئيس الاركان برضه بكلمه سيدي. ولكن التسجيل بيتضمن طلب الامير حمزه من رئيس الاركان انه يغادر، وده اللي تداوله الزباب الالكتروني على ان الامير حمزه طرد رئيس الاركان. وتضمن كمان التسجيل استعمال الامير حمزه لمصطلحات التثوير زي الفساد والتخبيص في البلد وسوء اداره الدوله وغيره من الكلام ده، وخصوصا جمله انا كنت ولي عهد بامر من والدي. وده بيفكرنا ببيان الحكومه اللي قالت فيه انه بيتم استغلال اسم الامير حمزه في مخططات بتستهدف امن الدوله الاردنيه، واستغلال الام الناس واوجاعهم في اجندات سياسيه. تحليلي لخروج التسجيل ده هو ان الامير حمزه سجله اثناء محادثته مع رئيس الاركان، ويمكن بقول يمكن يكون سجله بعلم رئيس الاركان، ومش متبني اطلاقا انه رئيس الاركان هو اللي بيسجله بحسب ما في بعض الناس بتقول، لانه رئيس الاركان ده في منصب عسكري، وحتى لو رئيس الاركان سجل التسجيل ده استحاله انه هيتنشر. فخلينا نكمل كلامنا. بحسب وجهة نظري انه بعد الامير حمزه ما سجله، وربما يكون مسجله بعلم رئيس الاركان، قام الامير حمزه بارساله للجهات، وخدوا بالكم من كلمه جهات، قام بارساله للجهات اللي بتستغل الامير حمزه في الحراك المشبوه في الاردن، واحتفظوا بيه لاستعماله في حمله تمجيد اسم الامير حمزه على حساب الملك عبد الله. وخصوصا زي ما قلنا التسجيل بيتضمن عبارات تثويريه ومدغدغه لمشاعر الشعب. والجهات دي، بكرر الجهات دي، لما سمعت بيان الامير حمزه اللي اعلن فيه انه تحت تصرف الملك واعلن ولاءه التام للملك، الجهات دي جن جنونها، وبدات تحس ان مخطط استغلال الامير حمزه في استهداف الاردن وجره للخراب والاضطراب بدا يبوظ، وانهم خسروا اسم الامير حمزه ومفيش مجال ان هم يستغلوه في مخططهم. فبداوا بالخطه البديله، وقامت الجهات دي باخراج التسجيل ونشره في اطار حمله الكترونيه مموله، الهدف منها اظهار الامير حمزه كحبيب الملايين وانه افضل من الملك. وعلشان ندي مثال بسيط ونعرف سوا مين هي الجهات دي وايه هو اسلوبها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وعلشان تكونوا في الصوره، تعالوا نشوف تغريده لواحد صحفي، ما بين قوسين طبعا هو لا صحفي ولا زفت، بيتكلم عن التسجيل اللي ما بين الامير وما بين رئيس الاركان بصيغه التمجيد، وبيقول فيها: التسجيلات تظهر
حجم أدب وأخلاق الأمير حمزة حتى وهو في حالة غضب، ما حدث زاد رصيد الأمير من حب الأردنيين. التغيير ده مش هي المهمة، بس لاحظوا جملة إيه؟ ما حدث زاد رصيد الأمير حمزة من حب الأردنيين. محبة الأمير حمزة عمرها ما كانت المشكلة، المشكلة إن الأخ الصحفي ده بيتكلم عن اللي حصل، واخدين بالكم اللي حصل، وطبعًا بيقصد الأيام اللي فاتت واللي حصل فيها من أحداث. باختصار بيقوم بتأجيج فتنة في الشارع الأردني مستغلًا اسم الأمير حمزة، بغية إعطائه أفضلية على حساب ملك البلاد. هاشتاجات الفتنة والتحريض بيقوم الذباب الإلكتروني بإعطائها الزخم والانتشار وتمويلهم من دويلة عقدة النقص الوظيفية قطر. وأما الشخصيات الحقيقية بقى المرتزقة بصحيح العبارة فهم اللي بيقودوا الهاشتاجات وبيدوا طابع الرسمية. خلينا نشوف مين محمد العرسان ده. ده حساب محمد العرسان على تويتر. زي ما انتوا شايفين الأخ اللي اسمه محمد العرسان صاحب التغريدة اللي قريناها من شوية، يا سبحان الله يا سبحان الله على الصدف، بيشتغل لصالح موقع عربي 21 التابع لمنظومة عزم بشارة الممولة من قطر، وكمان بيشتغل لصالح موقع ميدل إيست آي التابع برضه لمنظومة إعلام قطر. وشوف حكمة ربنا بقى يا مؤمن، شوف حكمة ربنا، قول سبحان الله. ده بيشتغل كمان لصالح تي ار تي التركية الحكومية اللي بتمثل احد اذرع اعلام اردوغان المختص بتنفيذ اجندته في العالم العربي، نفس الاجندة اللي بتمولها وبتتبناها دويلة قطر الوظيفية. يا للصدفة يا سادة، انا بجد منبهر. صحفي ما بين قوسين بعد وقت الفتنة واعلان الامير حمزة ولاءه للدولة والملك واعلاءه لمصلحة الوطن فوق كل مصلحة، الصحفي ده بيشتغل لصالح منظومة قطر الإعلامية، بيحاول وحسب تعليمات الممول انه يحرض الشارع الأردني في اتجاه تفضيل الأمير حمزة على الملك عبد الله. ومحدش يقول لي ده رأيه، لا يا سيدي المسألة مش مسألة رأي خالص. ايه معنى انه يقول الكلام ده ويشارك في هاشتاجات اغلبها ذباب الكتروني في الوقت اللي تم تسوية الامر والموضوع انتهى والأمير حمزة بنفسه استجاب للمصالحة وللمصلحة العامة؟ والأغرب من كده ان كل ده بيحصل من إعلام قطر ومنظومة عزم بشارة، وفي نفس الوقت منظومة الإعلام دي شغالة دس إعلامي بيقول إن السعودية والإمارات هم اللي ورا زعزعة الأمن في الأردن، وهم اللي ورا محاولة الإطاحة بالملك. وقاحة وتجبر إعلامي غير طبيعي. وادي الجزيرة بتنقل عن واشنطن بوست خبر بيقول، طيب عاجل، واشنطن بوست: وفد سعودي يصل للأردن للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق. أنا بس عندي سؤال صغير كده قبل ما أكمل، هي مش الخبر ده جاي من الأردن والجزيرة عندها مراسلينها في الأردن؟ طب هي ليه ما بتطلعش الخبر كمصدر هي للخبر؟ ليه الخبر بتجيبه من واشنطن بوست؟ يعني هل واشنطن بوست اللي في أمريكا قدرت تجيب الخبر ده من الأردن في الوقت اللي عجزت فيه الجزيرة اللي موجودة في الأردن؟ ولا هو بس عشان تنفي عن نفسها التهمة وان هي مش هي اللي بتزرع الفتنة وتقول ان ده والله موقع عالمي كبير؟ وخلوا بالكم الموقع العالمي الكبير ده اللي اسمه الواشنطن بوست هنجيله بعد شوية. واشنطن بوست بتاع جيف بيزوس، جيف بيزوس صاحب الاحضان الدافئة مع خديجة جنكيز اللي بتدعي او كانت بتدعي ان هي خطيبة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، لانها بعد كده قالت ان هي كانت مراته. فاكرين ولا ناسيين؟ واشنطن بوست المتخصصة في تشويه السعودية للنهار، واشنطن بوست اللي صاحبها هو أغنى رجل في العالم واللي اتهم الأمير محمد بن سلمان بأنه بيتجسس على موبايله. تخيلوا، أغنى رجل في العالم موبايله الأمير محمد بن سلمان اخترقه، يا للهول. واشنطن بوست بقى دي بتتكلم عن الوفد السعودي اللي رايح الأردن لدعم الملك عبد الله وقراراته بحسب تصريح المملكة الأردنية الهاشمية. بتقول واشنطن بوست انهم رايحين علشان يفرجوا عن راجلهم هناك باسم عوض الله اللي معاه الجنسيه السعوديه. ايه الهبل ده؟ ايه الحقاره دي؟ يعني السعوديه تبعت عوض الله ده يعمل مؤامره ضد الملك عبد الله لصالح الامير حمزه اللي بيكره السعوديه بالمناسبه، وبعد 3 ايام من فشل المؤامره تقوم السعوديه تبعت وفد علشان يقول للملك عبد الله: لو سمحت يا جلاله الملك، من فضلك، عوض الله ده الراجل بتاعنا، ده العميل بتاعنا، احنا بس كنا باعتينه يعمل مؤامره صغيره كده عليك، وطالما ان هي فشلت بقى وانت قبضت عليه والمؤامره باظت، لو سمحت معلش خرجونا عايزينه، معلش عايزين السلطانيه. انتوا مجانين! هو اي هبل في الجبل يا جدعان؟ اي هبل في الجبل علشان تفرقوا ما بين السعوديه والاردن والامارات والاردن؟ واي هبل عشان تشويه السعوديه والامارات وخلاص؟
وللأسف الهبل ده بيمشي على المغيبين العرب اللي مش مستعدين يشغلوا عقولهم ويحللوا ويفكروا بمنطقية ويحللوا الأخبار.